الأخبار من الحدث. إسرائيل تستهدف ميليشيات إيران في سوريا وتكثف غاراتها وتخلف خسائر بشرية هي الأكبر منذ عام. وسط توترات إقليمية، إيران تجري مناورات صاروخية في خليج عمان وتحول ناقلة نفط إلى سفينة حربية. رئيس المجلس السيادي السوداني يصل منطقة التصعيد على الحدود الإثيوبية، وطائرة عسكرية اخترقت الأجواء تستفز الخرطوم. طابت أوقاتكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نشرة مفصلة لأهم الأنباء من الحدث. أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الغارات الإسرائيلية على مواقع ميليشيات إيرانية في دير الزور بسوريا إلى 57 قتيلا. هذا واستهدفت غارات إسرائيلية عددا من مخازن الصواريخ والأسلحة والمعسكرات في مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية ودير الزور. هذه الغارات الإسرائيلية هي الرابعة خلال أقل من أسبوعين، فيما تعتبر منطقة البوكمال الممر البري لدخول الصواريخ والأسلحة من طهران عبر العراق إلى سوريا ولبنان. نحن هنا في الجولان المحتل، هناك حال تأهب عسكرية إسرائيلية لا تخطئها العين، لكن جديد المشهد هو في الأجواء تحديدا، حيث أن إسرائيل ستكثف الغارات على سوريا في الأيام المقبلة بحسب مصادر عسكرية إسرائيلية، وستركز على الصواريخ الإيرانية والسورية ومنظومات الرادار، وذلك منعا من تمكين إيران من توجيه ضربة صاروخية كبيرة في الضربة الأولى بصواريخ إحصائية تشغل منظومات الدفاع الإسرائيلية وتمكن الصواريخ الدقيقة من الذهاب إلى أهدافها. وبحسب تقديرات الإسرائيلية والاتصالات مع البنتاغون، فإن ضربة أمريكية لإيران قد لا تكون فيما تبقى لترامب من أيام بالضرورة، ولكن إسرائيل لديها تجهيزات خشية من حسابات خاطئة كما تسميها، ولذلك فرضية العمل لم تتغير. التوقع بأن تقوم إيران بإطلاق صواريخ دقيقة أو طائرات بدون طيار مفخخة إما من اليمن أو حتى من غرب العراق، بالإضافة طبعا إلى الصواريخ الإحصائية في سوريا. ولهذا عمليا إسرائيل تركز على مخازن الصواريخ وعلى الممر البري كذلك الأمر بين العراق وسوريا، وصولا أيضا إلى لبنان. وعلى حدود لبنان تخشى إسرائيل من عملية لحزب الله أيضا، وخاصة في منطقة مزارع شبعة التي تعتبر جغرافيا مريحة لردود فعل عسكرية، لأنها تقع على ملتقى الحدود بين سوريا ولبنان وإسرائيل. وتخشى إسرائيل في الأيام المقبلة من الطقس والأجواء والمنخفض الجوي الذي يمكن أن يساعد في مثل هذه العمليات. زياد حلبي، الحدث، محيط مزارع شبعة. مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن أوضح أن الغارات تتركز في محيط مدينة دير الزور وباديتي الميادين والبوكمال، مشيرا إلى أن هذه الغارات هي الأكبر في الخسائر البشرية وأن معظم القتلى من الميليشيات الإيرانية. الحصيلة توزعت على الشكل التالي: 16 قتيلا في استهدافات أطراف مدينة دير الزور ومدينة دير الزور، مستودعات عياش يعني نأتي بعد قليل على الأهداف، 13 قتيلا في بادية الميادين و11 قتيلا في بادية البوكمال، بالإضافة لوجود نحو 37 جريح على الأقل. هذه الغارات التي تعتبر الأكثر كثافة على الأراضي السورية، قد تكون الأكثر كثافة منذ بداية الغارات الإسرائيلية أو أقله منذ بداية العام الفائت.
نناقش هذه التطورات مع ضيفنا من غازي عنتاب المحلل العسكري العقيد عبد الجبار العقيدي. سيادة العقيد مساء الخير، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي هذه النشرة. تكثيف الغارات وبحسب مصدر عسكري إسرائيلي سوف تتكثف إلى 3 مرات كل 10 أيام، هي بطبيعة الحال مكثفة، ولكن هذا الإعلان أنه سوف تزداد، وتحديدا اختيار البوكمال أو منطقة الميادين ككل كنقطة تركيز للقصف، ماذا يمكن أن يفهم من هذين التطورين؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. في الحقيقة هذه الضربات الأعنف هي على الميليشيات الإيرانية وفي مناطق تواجدها الكثيف. تواجد القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها هي أكثر وجودا في منطقة البوكمال، الميادين، دير الزور باتجاه تدمر والسخنة، وصولا إلى حمص ودمشق وإلى الضاحية الجنوبية وإلى المناطق المحيطة في الجنوب والقريبة من الجولان المحتل. بالتأكيد هذه الضربات يعني هي جاءت بعد أيام على ضرب المواقع الحرب الإلكترونية في تل الصحن وتل خاروف والزبداني ومناطق الإنذار المبكر التي دمرتها إسرائيل من أجل فتح الطريق وتدمير الخط الدفاعي الأول. بالتأكيد يعني هذه مؤشر حقيقة وجود هذه المرة مشاركة التحالف الدولي ومشاركة طيران الاستطلاع الإلكتروني للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا أيضا، حيث شاركت طائرات الاستطلاع الاي 8 سي والسنتل ار البريطانيه في هذه الهجمات لتحديد الاهداف وتحديد المواقع. كانت الضربه قويه جدا من خلال القذائف المتفجرة والصواريخ لهذه المناطق وقتل أعداد كبيرة. لأول مرة يتم قتل كل هذه الأعداد من الإيرانيين والميليشيات التي لم يستطع أحد أصلا إحصائها حتى الآن، لأن الإيرانيين يمنعون دخول أي أحد إلى مواقعهم لمعرفة حجم الخسائر الكبيرة. بالتأكيد أيضا لا يمكن القول بأن هذه الضربات ستتوقف، بالعكس ستزيد، وخاصة في الأيام الأخيرة لولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي سيسلم هذا الملف، سيصعد بالتأكيد في هذه الأيام الأخيرة لتسليم الملف للرئيس الجديد جو بايدن بحالة من التصعيد وحالة من الحرب مع الإيرانيين، وبالتالي يمكن أن يردوا هم أو حزب الله بمنطقة معينة في الجولان أو من لبنان أو من غيره، وبالتالي سيستلم هذا الملف وهو ساخن وفي حالة تصعيد وليست في حالة تهدئة ليقوم بعملية التفاوض على أو إعادة التفاوض على الملف النووي. هذه يعني سيجبر عليها الرئيس الجديد، وهذه تركت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الجديد بأنه سيكون في حالة حرب وتصعيد. نعم. مع حضرتك إيران. ألمحت إلى إمكانية رد من جانب الميليشيات الإيرانية وحزب الله، أي نوع من الرد؟ يعني هل يتم تحضير لأي رد بحسب المعلومات وعبر أي جبهة؟ اليوم جبهتهم كثيرة في تلك المناطق. نعم، يعني هذا متوقع، يعني والإسرائيليين في حالة استنفار إن كان في جنوب لبنان وخاصة على الحدود اللبنانية وأيضا من جهة الجولان، لأن الإسرائيليين حزب الله يمكن يعني الإيرانيين أن يردوا عبر وكيلهم حزب الله من خلال لبنان، ربما لا يجرؤ أو لا يسمح لهم الروسي يعني الرد من خلال سوريا، فيمكن أن يكون الرد من جنوب لبنان أو ربما أيضا من اليمن من خلال طائرات مسيرة أو من خلال العراق، حتى من خلال غرب العراق المتواجدين هناك. طبعا إذا أردنا الحديث عن الرد بكل أسف يعني أو الحقيقة أن النظام والإيرانيين يردون دائما في سوريا، يردون بقصف قرى إدلب وريف إدلب وجبل الزاوية وجبل شحشبو والساحل السوري، ويقتلون السوريين دائما من خلال ردهم على العدوان الإسرائيلي عليهم. طيب، إسرائيل تقصف في عدد كبير من المناطق السورية منذ أعوام وليس الأمر بجديد، حتى في كثافة يعني بالقصف منذ فترة وليس عن جديد. إلى أي مدى
هناك مواقع عسكرية وأسلحة موجودة تابعة لإيران داخل سوريا حتى يكون هناك قصف إلى هذا الحد وعدم تغيير بميزان القوة على الأرض إلى الآن؟ يا سيدتي، عدد الميليشيات الإيرانية والقوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها من حزب الله وفاطميون وزينبيون وأبو الفضل العباس وغيره ربما أصبح يفوق عدد قوات النظام في سوريا، وهم أيضا مسيطرين على كل الأماكن التي موجود فيها النظام، في كل المواقع، في البوكمال التي أرادوا أن يجعلوا منها ضاحية جنوبية، في الميادين، في دير الزور، في حلب بشكل كثيف جدا، في الجنوب، في درعا، في الجولان، في دمشق، في حمص، في المطارات، في كل المواقع العسكرية هم متواجدين ولديهم أسلحة ولديهم عتاد، وأيضا هم أصلا سلاح ونظام سلاح وعتاد النظام هو تحت تصرف الإيرانيين، وهم المسيطرين أكثر من ضباط النظام. وبالتالي هذه الهجمات أينما ضرب الإسرائيليون هم يستهدفون ميليشيات إيرانية. أشكرك جزيل الشكر ضيفنا من غازي عنتاب المحلل العسكري العقيد عبد الجبار العقيدي. إلى فاصل من بعده نتابع جدل بعد صورة نشرتها الصحة العالمية لنقل مساعدات إلى ليبيا على متن طائرات رامي مخلوف. نترقب خلال الدقائق ربما المقبلة وصول الحكومة اليمنية إلى عدن. نشاهد الاستعدادات هنا في المطار. هذه الصور هي صور مباشرة من داخل مطار عدن لوصول الحكومة اليمنية. من سألناهم عن تشكيل الحكومة وجدنا الكل متفائل ويقول بصوت واضح كل أوف يا رب في المطار ذوي انفجار. كما نشاهد الآن، نعم هذا هو الانفجار كما نشاهد، ولكن المطار في الصالة. بالصالة ردفان، أنت بخير؟ ما هو أنا بخير ونتابع الصورة. يبدو أنه في انفجار قرب صالة الاستقبال بمطار عدن لحظة وصول الحكومة ومع ترقب خروج الوزراء من الطائرة. إذن كما تابعنا مشاهدينا بشكل مباشر على الهواء، تابعنا هذا الانفجار الذي رأيناه داخل أو بقرب صالة المطار. ننتظر التأكيدات. أهلا بكم من جديد. بدأت إيران مناورات صاروخية في خليج عمان وسط تصاعد التوترات الإقليمية بشأن برنامج طهران النووي وحملة الضغط الأمريكية على طهران. المناورات الصاروخية الممتدة على مدى يومين في المياه الجنوبية الشرقية للخليج شاركت فيها سفينتان حربيتان إيرانيتان جديدتان هما الفرقاتا ذرة الصاروخية وحاملة المروحيات ماكران التي كانت ناقلة نفط في السابق، ويبدو أن العقوبات جعلتها تشتغل في غير مجالها.
التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول العلاقات الوطيدة بين تنظيم القاعدة وإيران التي باتت المقر الرئيسي الجديد للتنظيم أعادت للأذهان ما كشفته الاستخبارات الأمريكية قبل سنوات عن جذور تلك العلاقة والتي ظهرت في وثائق بخط أسامة بن لادن. إيران الموطن الجديد للقاعدة، هكذا جاء التحذير الأخير للإدارة الأمريكية قبل أيام من رحيلها، موطن لا يبدو أن القاعدة انتقلت إليه بين ليلة وضحاها، بل تمهد له الطريق منذ سنوات طويلة. بخط يد أسامة بن لادن، كشفت تقارير الاستخبارات الأمريكية قبل سنوات عن العلاقة بين طهران والقاعدة في الفترة التي سبقت هجمات 11 سبتمبر. الوثائق المعروفة باسم أبو تباد عثر عليها في 2011 خلال العملية العسكرية الأمريكية التي أدت لمقتل بن لادن وكشفت عن خيوط تلك العلاقة. المال والسلاح وكل ما تحتاج إليه القاعدة عرضته إيران مقابل ضرب المصالح الأمريكية في السعودية منذ 2007، لكن بداية العلاقة تعود إلى عام 1991 حين التقى مسؤولون إيرانيون مع زعماء القاعدة في السودان، ليتلقى بعدها عناصر من القاعدة تدريباً في لبنان على يد ميليشيا حزب الله. ويؤكد بن لادن في مذكراته نصاً أن أي أحد يريد ضرب أمريكا فإن إيران مستعدة لدعمه ومساعدته بنبرة خطابها الصريح والواضح. لجنة 11 سبتمبر التابعة للحكومة كانت قد ألقت الضوء أيضاً على علاقة القاعدة وطهران، فتؤكد أن الروابط التي قد تبدو للبعض مفاجئة أظهرت في الوقت نفسه أن الانقسامات السنية الشيعية لا تشكل حاجزاً لا يمكن تجاوزه حين يتعلق الأمر بالهجمات الإرهابية، وأن النيران استطاعت أن تجمع ما فرقته الأفكار. منا مصطفى، الحدث. كشفت وثائق أبو تباد التي عثرت عليها الاستخبارات الأمريكية عام 2011 في مخبأ أسامة بن لادن، كشفت أن الحرس الثوري كان مهندس عمليات نقل قيادة تنظيم القاعدة إلى سوريا، وكيف عاد تأهيل داعش تحت أسماء مستعارة كجبهة النصرة. حذاء وجواز سفر، كل ما احتاجه عناصر تنظيم القاعدة ليدخلوا إيران أو يخرجوا منها. قد يبدو ذلك غريبا، لكن بالنسبة لطهران فالأمر اعتيادي طالما يتعلق بنقل عناصر التنظيم المتطرف ممن فروا إليها بعد أحداث 11 سبتمبر لتعيد انتشارهم جغرافيا بما يخدم مصالح الطرفين. تفاصيل كانت قد وردت ضمن سلسلة من رسائل ضابط الاتصال في تنظيم القاعدة المدعو عطية الله الليبي واسمه الحقيقي جمال إبراهيم المصراتي، والذي عينه أسامة بن لادن زعيم القاعدة مبعوثا للتنظيم إلى إيران. من بينها رسالة من أحد عناصر التنظيم الذي كان مقيما في إيران قبل أن يرسل إلى سوريا. جاءني أحد المحققين ليلا ومعه لباس جديد وحذاء، وقال لي البس هذا، ثم أعطاني جوازا إيرانيا وقال لي إن إيران ليس لديها أصدقاء في العالم، وما يجمعها مع القاعدة علاقة مصالح فقط. الرسائل التي عرفت بوثائق أبو تهباد كانت ضمن الملفات الضخمة التي عثرت عليها الاستخبارات الأمريكية بعيد مقتل بن لادن عام 2011. الوثائق تثبت العلاقة المصلحية التي تربط إيران بالتنظيم المتطرف، كما كشفت كيف أن الحرس الثوري كان عباءة للقاعدة ومهندسا لعملية إعادة تأهيل تنظيم داعش تحت أسماء أخرى كجبهة النصرة في سوريا بعد أن سهلت مرورهم إلى هناك. الرسائل قالت أيضاً إن الحرس الثوري، وبعد أن احتفظ لسنوات بالمدعو محمد رجب عبد الرحمن الملقب بأبو الخير المصري، أرسلته إلى سوريا عام 2013 كنائب للظواهر هناك قبل أن يقتل هو أيضاً في مدينة إدلب. فاروج حسين، الحدث. تصاعد توتر بين الخرطوم وأديس أبابا مجددا، فقد اعتبرت الخارجية السودانية اختراق طائرة عسكرية إثيوبية الحدود بين البلدين تصعيدا خطيرا وغير مبرر، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية وفق بيان للوزارة. الخارجية طالبت أديس أبابا بألا تتكرر مثل هذه الأعمال التي وصفتها بالعدائية نظرا لانعكاساتها على مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى الأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي بحسب البيان.
وعلى وقع التوتر وصل رئيس المجلس السيادي في السودان عبد الفتاح البرهان مع وفد عسكري إلى منطقة تصعيد على الحدود الشرقية بين السودان وإثيوبيا لتفقد القوات العسكرية في تلك المنطقة. بعد تصاعد التوتر على الشريط الحدودي بين السودان وإثيوبيا، جاءت زيارة رئيس المجلس السيادي بصفته قائدا عاما للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان إلى الحدود مع إثيوبيا لتفقد القوات هناك. الزيارة جاءت بعد عمليات عسكرية شنتها جماعات إثيوبية شرقي السودان، بالإضافة إلى خرق جوي لطائرة عسكرية إثيوبية. وزارة الخارجية السودانية من جانبها أصدرت بياناً تؤكد فيه أن الخرق تصعيد خطير وغير مبرر، وعبرت عن إدانتها للخروقات الإثيوبية على الحدود السودانية، كما حذرت من خطورة العواقب وعبرت عن قلقها من تصاعد حدة التوتر في المنطقة الحدودية. السودان شدد على ضرورة حل الخلاف بطرق سلمية وودية واللجوء إلى الحوار بدلاً من الحرب، وهي تصريحات جاءت على لسان مستشار رئيس الوزراء. نرحب بالعودة لحوار حول الحدود. إثيوبيا من جانبها اتهمت السودان بالاستيلاء على 9 معسكرات إثيوبية منذ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى أن اتفاقية ترسيم الحدود عام 1902 تمت دون تفويض إثيوبي، حيث نفت الخرطوم ذلك وقالت إن لديها ما يثبت حضور إثيوبيا آنذاك. من الخرطوم معنا حول هذا الموضوع عثمان ميرغني، رئيس تحرير صحيفة التيار. أستاذ عثمان مساء الخير، أهلا بك معنا في هذه النشرة على شاشة الحدث. يعني بظل أنه المؤشرات توحي بالتوتر أكثر مما توحي بالهدوء، إلى أي مدى يمكن الآن استمرار التعويل على أي دبلوماسية جارية؟ نعم، يعني يبدو أن اللهجة التي بدأت من الجانبين الآن تتصاعد بصورة متواترة، ويبدو أنها تعكس الوضع الحقيقي على الأرض. لكن في تقديري حتى الآن اللهجة المستخدمة من الجانبين رغم أنها تبدو لهجة خارج نطاق الدبلوماسية شيئا ما، لكن فيها كثير من الحوار الداخلي، بمعنى أنها ليست موجهة لمخاطبة الأزمة بقدر ما موجهة لمخاطبة الجماهير، خاصة في الجانب الإثيوبي، باعتبار أن هناك معطيات داخلية في إثيوبيا تتطلب مثل هذا الخطاب. لكن واضح تماما الآن أن الجانب السوداني لن ينتظر حتى تتحول المسألة إلى معركة حقيقية بين الطرفين، يحاول أن يستبق الأحداث حتى يتأكد تماما أن هذه القضية لن تنحرف عن طريقها المرسوم، وهو أنها قضية إعادة ترسيم وليست قضية إعادة تحديد الحدود كما يحاول الجانب الإثيوبي أن يوحي بذلك للداخل الإثيوبي وليس للمجتمع الدولي. طيب، يعني إلى حين الوصول إلى أي يعني نتيجة، كان في حديث عن ضرورة تدخل الاتحاد الأفريقي، وأيضا بالأمس ببيان الخارجية السودانية كان في حديث عن مناشدة المجتمع الدولي. أي نوع أو من هم الأطراف الآن غير إثيوبيا والسودان طبعا الذين يلعبون أي دور بهذه المرحلة؟ الآن ليس هناك سوى السودان وإثيوبيا، باعتبار أن القضية حتى الآن هي تتعلق فقط بالحدود الثنائية المشتركة بين الطرفين. لكن بالطبع إذا تطورت الأمور أكثر مما هي عليه الآن، ستدخل أولا المنظمة الإقليمية للاتحاد الأفريقي، باعتبار أنها تضم الطرفين وأنها قادرة، أو أنها على الأقل موجودة في المكان الصحيح، ربما لأنها موجودة أيضا في أديس أبابا ولديها قدرة على التعامل السريع مع هذه القضية. لكن لا أتوقع أن تحاول إثيوبيا اللجوء لمثل هذه الخطوة، إنما الجانب السوداني والذي هو واثق تماما من موقفه الدبلوماسي وموقفه في أن هذه الحدود هي حدود سودانية حقيقية تم الاتفاق عليها في العام 1902، هو الذي ربما كخطوة استباقية سيلجأ بتقديم شكوى للمنظمة الإقليمية، ثم ربما بعدها إلى المنظمة الدولية إذا استدعى الأمر ذلك، ليس من باب الشكوى بالتحديد بقدر ما هي محاولة لإيجاد غطاء دبلوماسي يستبق به الأحداث حتى لا تتطور أكثر مما هي عليه. ماذا تعني زيارة رئيس المجلس السيادي اليوم إلى الحدود أو هذه المنطقة المتوترة؟
رئيس المجلس السيادي هو قائد العام، يعني هو الآن يسافر إلى المنطقة الشرقية ليس بصفته رئيس المجلس السيادي إنما القائد العام، لأن الجيش السوداني مثل هذه الزيارات دائما يكون لها انعكاس كبير جدا على معنويات الجنود في تلك المنطقة النائية، وفيها دلالات رمزية أن بالجانب الآخر الجانب السيادي دلالات رمزية أن الدولة كلها تقف الآن مع الجيش حتى ولو كان هو القائد العام نفسه، لكنها فيها دلالة سياسية بأن الدولة الآن تقف مع الجيش، خاصة أن الوضع السياسي الداخلي في السودان يحتاج مثل هذه الرسالة للجيش، أن الجيش الغير يعني متنازع عليه سياسيا، وأن الشعب السوداني والدولة السودانية كلها خلف الجيش السوداني. من وجهة نظر إثيوبيا سيد عثمان، فإنه ما يقوم به السودان من نشر للعناصر في هذه المنطقة هو عمل استفزازي، وهي تطالب بوقف هذا الموضوع. لماذا يعني ما زال الانتشار، يعني كان كل هذا الانتشار العسكري على الحدود من جانب السودان وبهذه الطريقة التي اعتبرتها إثيوبيا استفزازية؟ اولا يعني الجانب الاثيوبي الان قدم هديه للسودان باقراره ان المنطقه التي اجتاحها وانتشر فيها الجيش السوداني هي 9 معسكرات، هو لم يقل مدن ولم يقل قرى اثيوبيه، هو قال معسكرات، وهذا ما يعترف به الجانب السوداني ان الذين هم موجودون في هذه المنطقه من الجانب الاثيوبي يضعون يدهم عليها بحكم الامر الواقع، وانهم اقاموا معسكرات وليس مدن وليس قرى، وأنها منطقة فعلا حديثة مستحدثة بالنسبة للجانب الأثيوبي انتقل إليها المزارعون الأثيوبيون في حين غفلة من الجانب السوداني، وأنهم أقاموا معسكرات ريثما يستطيعوا بعد ذلك تطبيع الأمر الواقع وإقامة مدن. لكن الآن الأثيوبي على الأقل تعترف أن التي أزاحها الجيش السوداني من المنطقة هي معسكرات وليس مدن أو قرى، وذلك يعني أن الجيش السوداني فقط انتشر في الحدود السودانية، وأنه أعاد تصحيح الأوضاع بدلا من أن يترك المزارعين الأثيوبيين يتمددون أكثر، أنه أعادهم إلى ما وراء خط الحدود، وأن هذه المنطقة التي هي أصلا سودانية الآن محمية بالقوات السودانية لصالح المزارعين السودانيين الذين أخرجوا عنها بالبندقية والرصاص والقتل والدماء بواسطة المجموعات الأثيوبية التي استوطنت هذه المنطقة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإيضاحات، ضيفنا من الخرطوم عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة التيار. أثارت منظمة الصحة العالمية جدلاً بعدما نشرت صورة لوصول مساعدات إلى ليبيا عبر طائرة مملوكة لشركة طيران أجنحة الشام، وهي الموضوعة على قائمة العقوبات والتي تعود ملكيتها لرامي مخلوف ابن خالي رئيس النظام السوري. المساعدات التي تضم أكثر من 16 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية نقلت إلى مطار بنين الدولي في بنغازي وفق تغريدة لمنظمة الصحة على حسابها في تويتر مرفقة بأخرى لأجنحة الشام. أعلن الاتحاد الأوروبي تسلمه طلبا رسميا من أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن مساهمة خبراء أوروبيين في آلية مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا. وقال المتحدث الرسمي الأوروبي بيتر ستانو إن الاتحاد يبحث مع الشركاء صيغ المشاركة والحاجات الدقيقة المتصلة بعملية مراقبة وقف إطلاق النار. مستعدون لمواصلة المشاورات والنقاشات مع شركاء في الأمم المتحدة من أجل تحديد صيغ المشاركة، حيث لا تزال آلية مراقبة وقف إطلاق النار قيد الإعداد، وتتركز المباحثات حول الطلبات بدقة، وسيكون ردنا وفق الحاجيات الدقيقة وشروط المشاركة. اختتمت اللجنة المالية المشكلة من الحكومتين في ليبيا اجتماعها المباشر الأول داخل البلاد بالاتفاق على توحيد ميزانية الدولة عبر لجنة فنية بين الطرفين في مدة أقصاها أسبوع واحد، تنفيذا لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية. وجها لوجه وعلى طاولة واحدة منذ 6 سنوات مضت، أنهى وفدا اللجنة المالية المشكلة من الحكومتين الوفاق والمؤقتة في ليبيا بمنطقة البريغا اجتماعهم لاستكمال متطلبات حزمة إصلاح الاقتصاد الوطني. قمنا بإعداد لجنة مالية موحدة تقوم بدمج العمل اللي قامت به اللجنتين الماليتين
ثم أضفنا بعض البنود الأخرى الخاصة بشبكات الأمان الاجتماعي ومعالجة أثار تغير سعر الصرف بالنقاش أو التناقش مع السيد نائب المحافظ. طبعا تم في السابق إعداد التقديرات للميزانية في كل من طرابلس والبيضاء. مهمة اللجنة الآن التوفيق والتنسيق بين هذه التقديرات للخروج بتقديرات ميزانية موحدة. الاجتماع الذي حضره محافظ مركزي بنغازي ووزيري مالية الحكومتين ووزير خارجية الوفاق يهدف لبحث سبل توحيد ميزانية الحكومتين للعام الحالي وأبواب الصرف اللازمة لكلا الطرفين لتقليص الإنفاق العام. توقعا لسيناريوين، السيناريو الأول أن يتم بتوفيق من الله تشكيل حكومة موحدة وهي التي ستنفذ هذه الميزانية، وسيناريو آخر فيما إذا لم تعطل تشكيل هذه الحكومة الموحدة فإن حاجات الناس لا تنتظر، وإنما يجب أن يكون هناك سيناريو آخر لتنفيذ هذه الميزانية. باعتبار أن سعر الصرف كما نعلم الآن 4.48 جنيه له تأثير مباشر على السياسة المالية والميزانية العامة. السياسة المالية من حيث ترشيد الإنفاق ضرورة أن يكون الإنفاق قدر الإمكان متوافق مع قدرات سعر الصرف. اثنين، لازم يكون هناك نوع من الأمان الاجتماعي فيما يتعلق بالفئات محدودة الدخل، ولهذا كنا حريصين من خلال النقاش اليوم على ضرورة تغطية هذه الثغرات. ورغم اتفاق الجانبين على تشكيل لجنة فنية موحدة تتولى تحديد ميزانية الدولة للعام الحالي وإقرارها وترحيب البعثة الأممية، يظل التخوف قائما من انسداد المسار السياسي كما عبرت أطراف دولية عدة، كان آخرها السفارة الأمريكية ودعوتها لسرعة تشكيل السلطة السياسية القادمة لمواكبة التطورات الحاصلة. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ساحات التظاهر العراقية تتمخض عن أحزاب سياسية تنوي خوض الانتخابات المقبلة لمواجهة نفوذ إيران. يتوقف فيروس كورونا عن كشف نفسه في أجساد المصابين، ومؤشر الإصابات بالفيروس في ازدياد داخل الدول العربية. الموقف صراحة صعب لأنه لحماية المدنيين يجب أن يكون هناك حظر تجول، بس بنفس الوقت المدنيين مش قادرين يأكلوا. شلون عايشين هنا بهذا الظل حظر التجوال؟ شلون كان رزقكم؟ شنو إيرادكم؟ حماية النساء والفتيات من العنف المنزلي. هذه الناس تتحرك لعملها ولا إلى أين ذاهبة؟ يعني ما هو سبب الخروج؟ الآن أنتم كدوريات كعسكر قديش لكم ما رجعتوا على بيوتكم؟ سوف نرى اليوم الأسوأ بالنسبة لنيويورك. في تصريحات تقول أن الأسبوع القادم سيكون هو الأسوأ، ما الذي يمكن أن يكون أسوأ مما نحن عليه الآن؟
أهلا بكم من جديد. نتابع من لبنان، حيث أعادت محكمة التمييز الجزائية ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت إلى المحقق العدلي القاضي فادي صوان بعد تعليق التحقيقات بناء على طلب وزيرين سابقين نقل الدعوى إلى قاض آخر. الأمر الذي يخول صوان استكمل التحقيقات المتوقفة منذ 17 من ديسمبر الماضي. وكانت الشرطة الدولية الانتربول قد أصدرت أوامر باعتقال صاحب شحنة نيترات الأمونيوم وقبطان السفينة التي نقلت الشحنة التي دمرت جزءا واسعا من بيروت في انفجار المرفأ الذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وتشريد الآلاف. هي بلشت وقت صار في الانفجار 4 أيار وصرنا نشوف هالناس كلها على التلفزيون عم تركض وعم بتساعد بعضها. وطلعت لقيت هيك أنا عندي بوبي حدي عندي بوبي دايما بالبيت. قلت ما بلش أعمل بوبي أنا للأولاد هيدول هلا عم بيروح اللعب تبعهم. هرع اللبنانيون إلى محلات سوبر ماركت والمتاجر في بيروت لتخزين مستلزماتهم قبل إغلاق صارم يبدأ غدا ويستمر 11 يوما لوقف ارتفاع غير مسبوق في إصابات كورونا. جاء القرار الأخير في الوقت الذي حذر فيه المسؤولون والمهنيون الصحيون من أن المستشفيات تنفد بسرعة من الأسرة، ما ترك الكثيرين يتدفعون للحصول على العلاج. كثير قصص ما عم نلاقيها، كثير اشياء عم تنقطع، عشان هيك انت كمان عم تعتذر هون كثير بدها تكون، خصوصا اللي عنده اولاد بكون عاتل هم شو بده يامنهم لالهم قبل ما تكون فكره الحرايق، كثير فئه اقتصاديه عم تنهار يعني اذا ما عم يموتوا من كورونا عم يموتوا من الجوع، لانه هو شغلهم يومي، ما عم يقدروا مثلا يشتغلوا اونلاين او يقدروا يطلعوا قوتهم اليومي من انه هن يضلوا قاعدين بالبيت. فيديو صادم جديد يكشف الحالة الكارثية التي وصل إليها لبنان بسبب ارتفاع عدد الإصابات بكورونا وعدم قدرة المستشفيات على استيعابها. فقد ظهرت ممرضة في أمام قسم الطوارئ في أحد المستشفيات وهي تؤكد أنه لم يعد هناك أجهزة تنفس داخل المستشفى وأنها اضطرت إلى حرمان أحد الأشخاص من جهاز التنفس لاستخدامه على شخص أصغر سناً. من بيروت معنا الدكتور جورج جوفاليكيان رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى الروم. دكتور جورج مساء الخير، أهلا بك معنا دائما على شاشة الحدث وفي هذه النشرة. يعني المشهد مأساوي، الكلام المسموع بداخل هذا الفيديو مؤلم جدا، ليس فقط من ناحية امتلاء الأسرة ولكن أيضا من ناحية اليوم أولويات الأشخاص والأعمار التي ستوضع على جهاز التنفس نظرا لقلة هذه الأجهزة أو عدم كفايتها بظل الأعداد المتزايدة. هل وصلنا إلى مرحلة تقسيم الأولويات كما حصل بإيطاليا من ناحية من سيعيش ومن يستحق جهاز التنفس ومن لا يستحقه؟ للأسف الشديد أنا رئيس قسم العناية بالروم ورئيس قسم الأمراض الصدرية من تقريبا 8 أشهر كتبت بوليسي
كتبت طريقة لحتى نستعمل المعدات اللي موجودة عنا بحال صار في عنا هالنوع من الإشكاليات، كيف منقرر؟ وارتكزت على التقارير اللي طالعة من WHO من CDC بأمريكا وإلى آخره، وقلت واعتبرت أن دول لازم يكونوا بس بالموقع النظري. للأسف نحن اليوم وصلنا لهالمرحلة، وبتقولي أنت وقت اللي بتشوفي غير بلدان يمكن بتحضري حالك بتتعلمي بتتجنبي، ولكن للأسف الطبيعة البشرية بتصور نفسها بكل المحلات. نعم نحن وصلنا لمرحلة أنه بدنا نفاضل بين أي شخص عنده أكثر إمكانية نجاة، مش بس ما بالضرورة يكون الأصغر سناً، يمكن يكون الإصابة تبعيته أخف وطأة، يمكن يكون الأعضاء الأساسية اللي عنده بحالة أفضل من الشخص الثاني، وهذا اللي عم بيصير للأسف الشديد نحن اليوم وصلنا له. نعم للأسف الشديد. طيب إذا حكينا عن الأولويات، وحضرتك يعني تقول أنك أعددت بروتوكول من هذا النوع، الأولويات تقول للشخص اللي إصابته يعني تكون أقل وبالتالي لديه فرصة نجاة أكبر، ولكن كيف تكون كذلك الأولويات الأخرى من ناحية أسرة المستشفى؟ لا نتحدث فقط عن أجهزة التنفس، ويعني من كل النواحي بحالة طوارئ مماثلة. أحسنتي، لك شو المشكل؟ المشكل أنه نحن بدنا نوضح بكل صراحة لكل المشاهدين أنه الأولوية ليست لا علاقة لها أبداً لا بقدرة المريض على الدفع ولا بالماديات أبداً، إلى علاقة فقط بتقييمنا الطبي لإمكانيات نجاة هذا الشخص إذا إصابته قابلة للإصلاح بطريقة أحسن من شخص تاني وقت اللي بيكون في عنا نحن جهاز وحيد موجود لإسعاف الاثنين. هل نحن طبعاً لحتى نكون كمان ما نكون هالقد مأساوية، نحن أخذنا احتياطات أخرى، يعني جبنا أجهزة ليست أجهزة تنفس صناعي بالطريقة التقليدية، ولكن تنوب مكان التنفس الصناعي، فيها تشتري لنا وقت لبين ما نجيب أجهزة تانية. وفي عنا نحن بلبنان في شركة لبنانية السيد فريم، شركة إندفكو، عملوا ماكينات تنفس صناعي ممكن استعمالها، وهلأ يمكن وقتها لحتى نستعملها. وبالتالي في عنا مقدرات، في عنا إمكانيات بشرية، في عنا إمكانيات مادية مقبولة بهالوضع، وعم نجرب نجيشهم ونحطهم بالأماكن المناسبة بالأرقام المناسبة وبالكميات المناسبة، وإن شاء الله يا رب ما نعوز أكثر من اللي شفتيه اليوم إن شاء الله. أيضا يعني المفروض كانت الدولة تنادي أنه يجب على كل المستشفيات الخاصة أن توجد أقساما لكورونا، وأيضا المعلومات كانت تقول أنه أصلا المستشفيات الخاصة تحاول إيجاد أكثر من قسم لكورونا، بعض المستشفيات تتحدث عن 50% من قدرتها الاستيعابية أن تخصص كلها لكورونا. اليوم بأي مرحلة أنتم، ويعني أين أصبحتم بموضوع تخصيص أقسام؟ يس لكون واضح، أنا فيني أحكي عن مستشفي اللي هو من المستشفيات الكبرى في بيروت ومن أكبر مستشفيات لبنان من ناحية كمستشفى جامعي تعليمي أكاديمي خاص. ونحن عندنا قدرة، قدرتنا الاستيعابية زدناها بنسبة تقريبا 200% أكثر، 300% تقريبا، يعني انتقلنا من تقريبا 14 سرير يعنى فقط بمرضى الكورونا اللي العناية المركزة للكورونا، يعني الإصابتهم صعبة، صرنا تقريبا عم نحكي بالأربعين سرير لهيك أشخاص. وهيدول تطلبوا جهد كبير، ولكن بين مجهود الإدارة والطاقم الطبي البشري يلي صحيح مشروط على أقصى ولكن عم يقوم بواجبته على أكثر قدر، عم نقدر لهلأ نقوم باللي قادرين فيه. بدي بس وضح نقطة إذا تسمحي لي. لا. اليوم القدرة البشرية مشدودة، بمعنى أنا ما بقى عندي ترف أنه ممرضة عناية تكون مسؤولة عن مريضين فقط، صارت عم مسؤولة عن 3 مرضى أو 4 مرضى. ما بقى عندي ترف أنه الغرفة تكون لشخص واحد فقط، صار بدي حط فيها شخصين إذا قدرت أكثر، لأنه إذا عندي إمكانية الأجهزة أنها تساعد. بمعنى تاني نحن عم نقبل اليوم أنه نعمل قصص ما كنا قبلنا فيها قبل، والأولوية الوحيدة اللي قدامنا واللي منركز عليها دائما هي إنقاذ أكثر عدد ممكن من حياة المرضى. يعني حتى حكيت حضرتك عن القدرات البشرية وحكيت عن الممرضات، قلت أنه في عدد معقول، إلى أي مدى يمكن القول أنه ما زلنا بمرحلات أنه في أطباء وفي ممرضين كافين لخوض هذه المعركة؟
أول شيء ما في يعني نحن قطعنا المرحلة، بس لأقول لك شو نحن عملنا. يعني أنا كوني رئيس قسم العناية المركزة، هيدا تيم، هيدا فريق متكامل. يعني الممرضة هي جزء أساسي من هالفريق، وهي اللي بتشكل العدد تبعه له. اللي أنا عملته مثلا بقسم الثاني اللي استحدث، ما كل الفريق التمريضي هو فريق عناية مركزة، ولكن مطعم بعناصر عناية مركزة عندهم الصلاحيات لحتى يعلموا ويدربوا زملائهم الممرضين والممرضات ليقدروا يقوموا بالواجب. يعني بمعنى تاني عملنا تدرج بالصلاحيات حتى يكون في شخص قادر يدير أكبر عدد ممكن من الأشخاص اللي عندهم حالات صعبة بدون ما يكون عم يشكل خطر على حياتهم ولا على الطاقم الطبي. طيب من الجهة الأخرى دكتور جورج، أين اللقاح؟ وهل من أمل أنه يكون في صفقات على لقاحات أخرى غير فايزر اليوم بلبنان؟ إيه كمان هذا سؤال جيد جدا. لحجرب وضحه باللي أنا بالمعلومات المتوفرة لدي، وأنا مني جهة رسمية مثل ما قلت لك. اللي فيني أقول لك إنه بدردشة مع معالي وزير الصحة ببرنامج من كم يوم عن نفس الموضوع تقريبا، الوزارة الصحة عم تشتغل بطريقة حثيثة لحتى تجيب اللقاح تبع فايزر بايونتك، وصاروا بالمراحل الأخيرة، ومجلس النواب عم يمرر القانون المعجل المكرر. كمان المستشفيات الخاصة مثل مستشفينا نحن عم يعمل اتصالات على بطريقة برايفت، بطريقة خاصة، لحتى يجيب لقاحات أخرى مثل اللقاح الصيني أو اللقاح الروسي أو غير لقاحاتكم موجودة. أنا اللي عم أقوله، اللي بجرب أقوله للمشاهدين كلياتهم، أنه أي لقاح للكورونا بيصير متوفر وقابل للاستعمال لازم نستعمله بدون تأخير، لأنه قد ما منلقح بأسرع وقت ممكن قد ما منخفف من وطأة الوباء علينا وعلى المجتمع. بدي أشكرك جزيل الشكر دكتور جورج على هذه المداخلة معنا على شاشة الحدث. دكتور جورج فاليكيان، رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية المركزة في مستشفى الروم في بيروت. إلى التطورات العراقية، حيث تمخضت ساحات التظاهرات التي عمت المحافظات العراقية عن تشكيل عدد من الأحزاب السياسية التي تنوي خوض الانتخابات النيابية المقبلة ومنافسة الأحزاب الدينية التقليدية للحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان الجديد ومواجهة النفوذ الإيراني. أكثر من 10 أحزاب انبثقت عن الحركة الاحتجاجية في العراق تستعد لخوض غمار الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو المقبل. حركة 25 أكتوبر عقدت مؤتمرها التأسيسي الأول في بغداد، وتدعو لمواصلة عملية التغيير ومواجهة الأحزاب الدينية عبر العمل السياسي. لدينا نية الدخول في الانتخابات بشكل قوي ومثمر. نحن هنا يعني نريد أن ندخل للتحقيق شيء، ليس لمجرد اسم وعقد ندوات وحركات، لا، لتحقيق شيء. ولا سيما الثورة كما ترون أنها قائمة على الحركة الشبابية، وهذا العصب الرئيسي في ثورة تشرين، هي ثورة شبابية، ثورة وعي، ثورة تغيير، ثورة إعادة إنتاج العراق برؤية جديدة. تعمل هذه الحركة على كسر هيمنة الأحزاب الدينية ومواجهة النفوذ الإيراني في العراق. كما تقول، أهم المبادئ السياسية على المستوى الخارجي التي نعتقد بها ومواقفنا صريحة بها، نقول أن من العراق ومن الداخل ومن الشباب يخرج مشروع بهذه المواصفات سيقف بكل وضوح ضد سياسات إيران المزعزعة للاستقرار، ضد هذا النفوذ الذي استهان كثيراً بسيادة العراق وقيمة العراق. دائرة الأحزاب في مفوضية الانتخابات أعلنت تسجيلها أكثر من 433 حزباً سياسياً تعتزم المشاركة في الانتخابات المبكرة. قانون الانتخابات الجديد الذي صوت عليه البرلمان بضغط من حركة الاحتجاجات الشعبية منح هذه الحركات المستقلة فرصة لخوض سباق الانتخابات ومنافسة الأحزاب التقليدية على مقاعد البرلمان المقبل. من بغداد، منتظر رشيد، الحدث.
تنطلق اليوم جلسة مجلس النواب الأمريكي للتصويت على عزل رئيس ترامب. من المرجح تمرير القرار بسلاسة إذ أن الأغلبية في المجلس للديمقراطيين، إضافة إلى أن بعض الجمهوريين أبدوا استعدادهم للتصويت مع سحب الثقة. أما ترامب فكان قد علق على مساعي عزله وصفا إياها بالسخيفة تماما وستتسبب بغضب هائل على حد تعبيره، مضيفا أن إجراءات عزله هي استمرار لأكبر حملة مطاردة في تاريخ السياسة كما قال. نفذت الولايات المتحدة أول عملية إعدام فيدرالية في حق امرأة منذ ما يقرب من 7 عقود وفق ما أعلنت وزارة العدل. الوزارة قالت في بيان إنه تم إعدام ليزا مونغومري وعمرها 52 عاما في سجن تيري هوت الأمريكي وفقا للحكم الذي أوصت به بالإجماع هيئة محلفين فيدرالية وفرضته المحكمة المحلية الأمريكية للمنطقة الغربية من ميزوري عام 2007. الأخبار من الحدث. إسرائيل تستهدف ميليشيات إيران في سوريا وتكثف غاراتها وتخلف خسائر بشرية هي الأكبر منذ عام. وسط توترات إقليمية، إيران تجري مناورات صاروخية في خليج عمان وتحول ناقلة نفط إلى سفينة حربية. رئيس المجلس السيادي السوداني يصل منطقة التصعيد على الحدود الإثيوبية، وطائرة عسكرية اخترقت الأجواء تستفز الخرطوم. ختام هذه النشرة، شكرا وإلى اللقاء.